بخليك شوي مع موكلك وراجع لكم. بشر. أبشرك وصلنا لتسوية لأصحاب الدم وقبلوا ابناء المقتول بدفع الدية، إذا اندفع لهم 10 ملايين ريال. الله يبشرك بالخير بس 10 مليون منين نجيب لهم؟ أقول لك حط لنا إعلان في الجريدة واطلب القلوب الرحيمة. وش أهل القلوب الرحيمة الله يعطيك العافية أبو بندر؟ وبعدين تراها تشوه سمعتك في السوق، وتراها كلها 10 ملايين، يعني مو بناقصك شيء من فلوسك الله يزيدك. أي فلوس الله يطول في عمرك يجعلك سالم. أنت رجال حبيب ولا تدري وش السالفة. حنا كل اللي عندنا قعدت راحت وشمالت وكبرت هي 4 مليون ريال بس. وشو؟ 4 مليون بس؟ وش المقانيس والسيارات والصقور ولا هذه كلها؟ آه لا تزيد علي جراحي يا ابن أخي. يا ابن أخي فيني اللي كافيني. قلنا نبي نلحق الرجاجيل وكبرناها بالخرق والمرجلة هينة تنكايدة. يا ابن أخي ما لنا إلا أهل القلوب الرحيمة. والمثل يقول قال يا شريم